مساء الخير. حلقة جديدة مشاهدينا من ناس وأحداث مليئة بمواضيع مميزة رصدناها من خلال عدسة برنامجنا على مدار الأسبوع لمدة ساعة من الوقت. رح نترافق ضمن 3 فقرات ومواضيع مميزة. وبداية حلقتنا لليوم مع رعاية ومشاركة السفيرة الأممية الدكتورة سلوى غدار يونس بمؤتمر الأكاديمية للعلوم العربية اللي بيناقش التحديات الكبرى اللي بتواجه التعليم العالي بالعالم العربي. رعاية الدكتورة سلوى غدار يونس لهالنشاط هو ضمن النشاطات الإنمائية والاجتماعية والإنسانية اللي دائما حريصة على القيام فيها بلبنان والخارج ضمن مؤسستها مبادرات للتنمية الإنسانية. المؤتمر من تنظيم الأكاديمية العربية للعلوم ومنظمة اليونسكو وجامعة البتراء بالأردن ومشاركة عدد من المحاضرين الكفؤين من كافة دول العالم. أما المؤتمر اللي أقيم ببيروت فتخلل عدة كلمات أبرزهم كلمة للدكتورة سلوى يونس اللي أكدت على ضرورة وجود حاجة ملحة للتغيير بمؤسسات التعليم العالي واختيار الطلاب على معايير الكفاءة والجدارة. أجواء المؤتمر مشاهدينا من تبع سوا بهالتقرير. تنشيط التعليم العالي ويعني وتوجيه جديد بالنسبة للجامعات هون إنه يتمكنوا بنصائح اللي هلأ بدهم يطرحوها بالنسبة ل إنه ما تكون يعني ما يكونوا الطلاب اللي بدها تطلع هي غير مؤهلين ينجحوا، إنه نتأيد كيف الدول الغربية كيف ناجحين هن بجامعاتهم هيك نحن بنتمنى نكون ذات الشيء، ما نروح للواسطات ما نروح لهيدا نتقدم مثل ما غيرنا. وهيدا طرح هيدا الموضوع هلا هيك يعني بنتمنى انه من وقت لوقت انه ناخذ بعين الاعتبار هالنصايح هيدي وهالارشادات وهالبحوث الجديده وهالتعليمات المتميزه بالفعل وهيك شيء. بنتمنى نتأيد لأن عم نشوف شو عم يصير فينا بالبلد، يعني على القليل نطلع جيل إنه يكون أهل يمسك ضمام البلد ويكون إنه أهل يمسك الدوائر يمسك الجامعات، يعني يكون جيل ساعد يكون متقدم مثل الدول المتقدمة. إلي الشرف إنه يكون راعي لهالاحتفال هيدا وخاصة مع أشخاص ذو علم ذو ثقافة مميزة ومعروفين كل العالم العربي. شو هيك يعني شرف كبير لإلي كون برعاية هالاحتفال. هذا المؤتمر 15 اللي يعقد بالنسبة للأكاديمية العربية هي دائما تتعلق بأمور التعليم العالي، فكانت الثيم اللي أولاني إنه التعليم العالي وتحدياته، والسنة برضو كمان التعليم العالي وبالنسبة للأكريديتيشن والكواليتي أشورنس إنه كيف بدنا نضمن إنه هالتعليم العالي يرتفع في هالبلدان العربية، ونتشاور معها جميع هالبلدان وهالعلماء اللي جايين من مختلف أنحاء العالم حتى يدلوا ويدلوهم وحتى إنه نستطيع إن شاء الله إنه نتجاوز هاي الصعاب. والله الجودة والابتكار هي مطلوبة من زمان، لكن إحنا شوية متأخرين عليها. الجامعاتنا بجوز شوية بدها تتحمس وتحفز الطالب، حيث إنه الآن ما عاد التعليم مثل أول إنه بس إنه يجمع معلومات، المعلومات الآن موجودة. المهم انه تحفز الطالب كيف انه يصل للمعلومه وكيف انه يبتكر، لانه سوق العمل الان صار صعب وصار عالمي، فلذلك بدنا هالطلاب هذا يكون عندهم السكيلز هاي حتى انه يستطيعوا انه يوصلوا. والله احنا الضمان الجوده بلشنا فيها، اخذنا شهاده ضمان الجوده على مستوى الجامعه من شهاده من هيئه ضمان الجوده الاردنيه. طبعا منظمه اليونسكو هي شريك اساسي مع الاكاديميه العربيه للعلوم،
واحنا نستضيفهم في مكتبنا في لبنان هنا. طبعا هذا المؤتمر يعقد كل سنة بثيم معين في كل عام. هذا السنة عمل بما يسمى كواليتي اشورنس اللي هو نوعية التعليم في التعليم العالي. طبعا النوعية التعليم مهمة جدا. في السابق كان تعرف على نوع التعليم على انها فقط الببليكيشن اللي تصل الجامعات. الان تعمقوا في عملية نوعية التعليم، هو عملية التدريس، عملية المناهج المدرسة في التعليم العالي، عملية نوعية المخرجات اللي تأتي من هذه الجامعات. نحن ندرك الان هناك يعني الكثير من الانتقادات على ان المخرجات لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل. فنعتقد ان هذه المهارات هي من اساسيات الان نوعيات التعليم العالي. فنامل من هذا المؤتمر ان يخرج بتوصيه يتعمق في عمليه نوعيه التعليم العالي، ليس فقط في عمليه الاكريديتيشن التي تعطى للجامعه. For the Arab world to address the enormous social, economic and environmental challenges it's facing, the higher education sector must ensure that it produces well educated graduates and postgraduates. The issues will be discussed by the high level experts participating in this conference and are expected to generate a set key of observations and recommendations that will be made available as guidance to government sponsors and other interested parties. دولة الرئيس عدنان بدران الموقر، سعادة السفيرة سلوى غدار يونس السفيرة الأممية، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، أضم صوتي إلى صوت زميل للترحيب بكم في لبنان. Excellencies, representative of participating universities, ladies and gentlemen. The quality of assurance of higher education can be defined, as I see it, as means of to verify that academic standards derived from organization missions have been defined and achieved in line with the corresponding international standards, and that the quality of teaching and learning, research and community services fulfill the various stakeholders' expectations. Therefore, quality is a key element, not only for accreditation, but also to ensure better opportunities for future generations. This will help higher education institutions in the Arab states to compete with their counterparts regionally and internationally. As in other areas of education, quality of higher education can be tackled from different perspectives. The Arab Academy of Science has supported the promotion of excellence in research and has committed to the discussion of educational issues that affect the performance of institutions of higher education in the Arab world. This year, the conference theme, Major Challenges Facing Higher Education in the Arab World, Quality Assurance and Relevance, picks up from the last year's theme, Arab University, an Urgent Need for Change. يشرفني أن أدعو سعادة الدكتورة سلوى غدار يونس السفيرة الأممية. لقد سعدت بالتعرف إليك جارة عزيزة تركت بصماتها الخيرة في أكثر من مجال وجندت نفسها لخدمة الإنسانية، فليس مستغربا أن تكون سفيرة أممية لخدمة التنمية المستدامة في عالمنا العربي. أرجو أن تشاركونني الترحيب بسعادتها. دولة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الدكتور عدنان بدران، سعادة مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت الدكتور حمد الهمامي، سعادة رئيس جامعة البتراء في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور مروان المولى، أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب المقامات العلمية والأكاديمية، السيدات والسادة، يشرفني أن أكون بينكم اليوم في هذا المؤتمر العلمي الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم بالتعاون مع منظمة اليونسكو وجامعة البتراء في الأردن. هذا المؤتمر الذي يناقش التحديات الكبرى التي تواجه التعليم العالي في العالم العربي وضمان الجودة. وانطلاقاً من هذا الواقع، لا جدال أن الأمر يحتاج إلى أن يتصدى عالمنا العربي
للتحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الهائلة التي يواجهها والتنبؤ قبل فوات الأوان. وهذا الأمر يعني أن على قطاع التعليم العالي أن ينتج الخريجين المؤهلين للتعامل مع هذه المعضلات وطرح الحلول المناسبة لها، الأمر الذي يدعو إلى حاجة ملحة للتغيير العميق في مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي بقطاعه العام والخاص من خلال إحداث التغيرات الضرورية العميقة في إدارتها بما فيها النماذج المالية وتعيين الموظفين الأكفاء وتأمين دورات تأهيلية لهم لتحفيزهم على مواكبة التطورات التي تقود رفع نوعية التعليم في بلادنا العربية. السيدات والسادة، إن الاستجابة الواقعية على ما نشهده اليوم من تحديات ومن خلال حقائق الواقع يتطلب من الجامعات أن تضع في نصب اهتمامها المعايير التي تؤدي إلى استقطاب أرفع الكفاءات العلمية، وكذلك الأمر لاختيار الطلبة وفق معايير الكفاءة والجدارة والتميز العلمي، والابتعاد عن المداخلات ومواجهتها أياً كان نوعها. إذا ما أريد للتعليم العالي في الجامعات العربية أن يتماشى مع ما يتوفر في الدول المتقدمة حتى يتمكن عالمنا العربي أن يحتل مكاناً مرموقاً ضمن المنظومة الدولية. الحضور الكريم، إن عملية التنمية والتطور ترتبط مباشرة بالعلم وطرائق التدريس والمؤتمرات البحثية الموجبة لخدمة إغراض التنمية في عالمنا العربي. ونحن نملك من القدرات المادية والبشرية والطبيعية ما يمكننا من إحداث نقلة نوعية في تطوير قطاع التعليم العالي وحوكمته وضمان جودته وتوفير المستويات والمؤهلات العلمية الرفيعة للطلاب العرب ومنع تسرب العقول والكفاءات وتأمين ظروف بقائها لخدمة الأجيال الصاعدة في عالمنا العربي للعمل على رفع قيمة وشأن أوطاننا. وما مؤتمركم هذا إلا خطوة لافتة وفي الاتجاه الصحيح في سبيل التنمية الشاملة والرفعة العلمية وتطوير المناهج والدراسات البحثية والتبادل في المجالات العلمية الأكاديمية كافة. ومشهود لكم في الأكاديمية العربية للعلوم تناول مؤتمراتكم ما يخدم أهداف التنمية في العالم العربي. أخيراً وباختصار تام، إنني على يقين بأن مؤتمركم هذا وبوجود مؤتمرين ومحاضرين من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية العالمية سيؤدي حتماً إلى مجموعة من التوصيات التي ستخدم أصحاب القرار في عالمنا العربي لاستثمارها في تطوير التعليم العالي ورفع سويته، متمنية لكم ولمؤتمركم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم. أشكر دولة الرئيس على تقديره وتكريمه لي، وأنا بدوري يسرني لا بل يسعدني ويشرفني أن أقدم لدولته درعا تقديريا يمثل جائزة ثقافة السلام الذي يليق به وبأمثاله من الشخصيات المتميزة في العالم العربي والدولي، مع تمنياتي له بدوام التوفيق والعزة والنجاح والاستمرار في مسؤولياته ومسيرته العلمية والسياسية التي تميزت بالاعتدال والانفتاح والسلام. وشكرا.
We are honored, سعادة السفيرة سلوى غدار يونس الواقع لمشاركتنا بهذا الاحتفال وشرفتنا في الواقع بأن تكون بيننا السفيرة الأممية لحقوق المرأة وحقوق الإنسان ونشر العدالة والمساواة في المجتمعات الإنسانية والعربية. شكرا لك. Dear colleagues, well, we are back. We are back in Beirut, like you, Joel. Every time we come back, we think Beirut is burning, you know, because the media is so powerful nowadays that when you come, you think there is, how could you get to the conference hall? There are problems there, riots everywhere. But always we come back and we bring the message of education and science to this world, because we feel the solution in education. The solution of all problems we are facing, where half the Arab countries in wars, the solution is to go back to basics. Basic education, the right education, to innovate the mind, to develop the critical thinking, to overcome the tyranny of the situation everywhere, and to bring good governance and democracy where people talk and speak out. This way, we will come to peace, security, and economic development. I'm honored to be here. Adnan, he represents a lot to me, Mr. Baydoun, nice to Mr. Hamdan, everybody, and Safira, ahlan wa sahlan fiki. I feel I'm so small with this group of people. But Adnan, it happened to be he's from the same hometown of mine. We are very, very proud of him. Adnan, when I say His Excellency, I tell him Adnan because he's so young and brilliant. And God made the form and he broke it after. We have this aspect of climate change, which is particularly relevant to the Arab world. Massive impacts. The Arab economies are not competitive. The wealthy ones rely on natural resources. The Arab world never ever managed to benefit from manufacturing industry. And there's no proper knowledge economy, despite the fact, as we all know, and it became manifest to me when I first came to the region, of the enormous number of really highly talented people, a resource which is utterly underexploited. There's massive unemployment, and what is more, underemployment. And there's a weak infrastructure. حوالي 50 عالم من علماء البحث العلمي والتعليم العالي هم موجودون هنا في بيروت في هذا المؤتمر مؤتمر الأكاديمية العربية للعلوم اللي مقرها في بيروت ونبحث في الواقع واقع العالم العربي جامعاتنا العربية بالنسبة لجودة التعليم ومخرجات التعليم وموائمة هذا التعليم مع مشاكلنا المحلية مشاكل مجتمعاتنا العربية لابد من إعادة تنظيم التعليم وإصلاحه بشكل بحيث يكون تكون جامعاتنا حاضنات للريادة وحاضنات للإبداع والابتكار وحاضنات للبحث العلمي في الواقع احنا تأخرنا كثير في عالمنا العربي بالنسبة لجودة مخرجات التعلم وبالنسبة لمخرجات البحث العلمي يعني بلدان كثيرة سبقتنا ودخلت مضمار الاقتصاد المعرفي واحنا تأخرنا كثير احنا يعني أغنياء بالنسبة للموارد البشرية ولكن كيف نحول هذه الموارد البشرية من كثافة بشرية إلى كثافة خلاقة فكرية خلاقة تنمي وتخلق المعرفة وتنميها وتحولها إلى تكنولوجيات وإبداعات وابتكارات تخرجنا من عالمنا المتأخر
إلى عالم متقدم نسير جنبا إلى جنب مع الدول الصناعية. شرفت اليوم بحضور مؤتمر أكاديمية العلمية للدول العربية برعاية السفيرة الأممية سلوى غدار يونس، وأنا دائما أتابع نشاطات السيدة سلوى من نشاطات علمية اجتماعية ثقافية خيرية، فهي مثال للمرأة ونموذج عربي للمرأة المتقدمة المتطورة التي نتمنى معظم نسائنا أن يكونوا على هذا المستوى. يعني هذا المؤتمر يتناول جانبا هاما في التعليم العالي وهو ضمان الجودة وملائمتها، فجامعاتنا العربية يجب أن تركز على هذا الموضوع حتى نستطيع أن نرقى بمستوى التعليم العالي إلى حيث يجب أن نكون. هذه العملية تشمل جوانب عدة، تشمل الطلبة، تشمل إدارة الجامعات، تشمل الأبحاث، تشمل الأساتذة، تشمل جميع جوانب الحياة الجامعية، ونحن لا يمكن أن نرقى إلى مستوى الجامعات العالمية في العالم إذا لم نتناول ضمان الجودة ونقدم الأفضل حتى نستطيع أن نجد مكانة لأنفسنا في ظل المنافسة الشديدة التي يتعرض لها عالمنا العربي. يعني نحن لا شك نطمح إلى ذلك، هناك معوقات كثيرة وأهمها باعتقادي معوقات مادية، فنحتاج إلى تطوير تعليم الجامعة إلى الكثير من التمويل، وهذا التمويل يجب على أصحاب القرار في الدول العربية أن ينتبهوا إليه وأن يستثمروا في التعليم وفي الصحة، لأن الاستثمار في التعليم يؤدي إلى تحسين شتى نواحي الحياة في مجتمعاتنا وتطويرها، ونحن نحاول ما أمكننا ذلك سبيلا، ونحن نقوم بنشر أبحاث هذا المؤتمر في إحدى دور النشر العالمية حتى يتمكن الكثير من العالم الاطلاع على نتائج هذا المؤتمر والأبحاث المقدمة فيه.